فيلم السيستم عايزك تكلمنا عنه وعن التوليفه بقى، وخاصه ان اللوجو مختلف خالص، وفيلم للسناجل عايزك تكلمني عن الموضوع. الفيلم مختلف جدا، فيلم عاملينه فيلم رومانسي كوميدي، منزلينه في شهر الحب عشان الناس كلها تحب بعض. الداخل سنجل وان شاء الله خارج مرتبط. يعني اللوجو جالكم منين؟ ايه فكره ان هو فيلم للسناجل فقط وهو فيه حته رومانسي؟ الفكره جت ان فشاوي وطارق لطفي، فشاوي ولد خام ما بيعرفش يتكلم مع بنات، كاشف علاقاته اي علاقات مش عارف يتكلم مع اي بنت، وطارق لطفي الراجل الجان اللي بيتعرف على البنات كلها، فعمل سيستم عرف بيه على فشاوي انه يبدا ازاي يتكلم فيها البنات. فاحنا شايفين ان احنا كنا ممكن ناخد الدعايه من ناحيه كل الناس السناجل خش الفيلم عشان ما تبقاش سنجل تاني. كلمني عن التوليفه، طارق لطفي واحمد الفشاوي مش بنشوفهم يمكن مع بعض، وعايز اعرف يعني الفكره جات لكم منين؟ احنا قلنا عايزين نعمل زي ما هو الفيلم مختلف، كنا عايزين نعمل توليفه مختلفه، ممثلين الناس مش متعودين يشوفوهم مع بعض. طارق لطفي طبعا نجم كبير جدا، وفشاوي نجم كبير جدا، فقلنا نعمل ميكس جديد الناس تبقى حباه تتفرج عليه، وانا مراهن عليه. يعني قول لي بقى اختيارات الاماكن كانت عامله ازاي، وكنتوا يعني ظبطوها ازاي؟ احنا قعدنا نشتغل في التحضير فتره كبيره جدا قبل ما نخش التصوير. قعدنا نلف تقريبا على مصر كلها على احسن لوكيشنز، احسن اماكن، اماكن تبقى سهله في التصوير، اماكن تبقى يعني غنيه في الصوره، والحمد لله توفقنا. يعني عايزك تكلمني، كان انا سمعت ان حضرتك كنت بيقولوا ان الفيلم لافته للزعيم عادل امام، عايزك تكلمني عن الموضوع ده، وهل فعلا هو ماخوذ من فيلم البحث عن الفضيحه؟ هو متاخد نفس الجونه بتاعت البحث عن الفضيحه، ان كان الاستاذ سمير صبري بيعلم الاستاذ عادل امام ازاي يقدر يتعرف على ميرفت امين، قاعد طول الفيلم بيحاول يتعرف عليها. احنا نفس الفكره، ان فشاوي عايز نفسه يتعرف على بنات مش عارف ينجح فيها لغايه ما يتعلم، يشوف طارق لطفي، وطارق لطفي بيبدا يعلمه ازاي يبدا يتعرف بيها على البنات، بس هنا بنات مش فكره ان هو بيتعرف على بنت معينه. يعني دي تاني تجربه اعتقد لحضرتك، عايزك تقول لي ايه المختلف عنها وعن الفيلم الاولاني؟ الفيلم الاولاني كوميدي اجتماعي، بيتكلم على قضايا اجتماعيه، الفيلم ده بيتكلم على رومانسيه كوميديه مالهاش علاقه اي يعني مالهاش علاقه بالمشاكل، يعني فيلم كوميدي خفيف بيتكلم على الحب، ان شاء الله الناس يعجبها ويحبوه. يعني ايه الحاجات اللي حضرتك بتحضر لها الفتره الجايه؟ احنا لسه بندرس هذا المشروع، بس مش ماضيين اي حاجه في الفتره الحاليه. يعني هتبقى برضو احتمال يبقى السينما، حضرتك مركز في السينما اكتر ولا مركز في السينما اكتر؟ بس لو جه حاجه ورق في دراما مفيش مشكله، يعني ممكن مفيش حاجه معينه مثلا بتخطط لها، حاجه مختلفه عن الكوميديا، حاجه الكلاسيك؟ يعني احنا لسه زي ما بقول لحضرتك قايل لنا كذا مشروع بنشوفه، ونشوف اللي نقدر اني واحده نقدر نبروسيد فيه، وان شاء الله خير. يعني